السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بهذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو. لنبدأ في التواصل رسميا، مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو. أنا مع هذا التعاقد لأن مانشستر يونايتد أجرى تعاقدات هذا الموسم مهمة للغاية، ومن بينها كريستيانو رونالدو. لهذا سوف نشاهد فريق يونايتد ينافس في كل جبهات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية في جميع البطولات. نمر إلى تفاصيل الخبر. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو. أعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي تحصل على خدمات كريستيانو رونالدو من يوفنتوس من دون إعلان عن قيمة مادية أو مدة العقد حتى الآن، وكان اللاعب بالغ من عمر 36 عام على أعتاب وصول إلى مانشستر سيتي بالأمس، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي فشل في الوصول إلى اتفاق مع رونالدو أو وكيله. وفقا لما أكدته مصادر، فإن مانشستر يونايتد قد أرسل عرضا رسميا إلى يوفنتوس لشراء رونالدو بقيمة 28 مليون يورو يوفي بدوره قبل هذا العقد، خصوصا وأن إدارة النادي الإيطالية كانت تسعى منذ بداية الصيف للتخلص من رونالدو بسبب راتبه الضخم وعدم نجاحه فعليا داخل يوفنتوس، وينتظر أن يتم إعلان عن عودة رونالدو إلى أولد ترافورد في الوقت القريب للغاية. لسيما بعدما قيل أن أليكس بين اتصل باللاعب مباشرة لإنهاء الأمر. رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في فترة بين 2004 إلى 2009 حيث سطر التاريخ وكتائبه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر. بعد ذلك انضم رونالدو إلى ريال مدريد في 2009، ومنها فجاء الجميع بالرحيل تجاه يوفنتوس في صيف 2018 ب 100 مليون يورو. الصفقة التي تمت اليوم برونالدو إلى مانشستر يونايتد صفقة رائعة ومربحة لمانشستر الذي دمر في الفاران وسانشو ولديه لاعبين وخط هجوم قوي للغاية بقيادة كريستيانو رونالدو، كافاني، برونو فرنانديز، راشفورد، مارسيال، لاعبين جيدين للغاية وخط الوسط متماسك. لهذا أننا سوف نشاهد مانشستر يونايتد ينافس على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والرابطة الإنجليزية بكل ما لديه. لديه لاعبين جيدين، وأنا أتمنى أن يلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان، ونشاهد كلاسيكو من نوع آخر بين كريستيانو وليون ميسي. هذه الصفقة مربحة. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك، وأخبرني كيف جاتك صفقة كريستيانو إلى مانشستر سيتي، وما هو تقييمك لنجاح كريستيانو في مانشستر سيتي. شكرا إليك.